طبعا يا جماعه لما يبقى الواحد رايح يحلق بالليل كده ويبص يلاقي الكلبين بلدي يطلعوا يجروا وراه لحد الحلاق طبعا دي حاجه سلام الله. طبعا دي حاجه جميله جدا. الكلبين البلدي دول اللي احنا مربينهم عندنا في الشارع والله ده يعني الوفاء وصل لحد الحلاق كمان. فطبعا مفيش اكتر من كده. الكلاب جايه ورايا ماشيه ورايا من مشوار طويل لحد الحلاق واقفين للراجل على باب الدكان مش عايزين يمشوا شمال ولا يمين. وعلى فكره بلد يا جماعه مش هنقول يعني لا جيرمان ولا روت ولا كلام من ده. احنا شايفينهم اهوت. طب بيقولوا لي نعمل ايه معاهم؟ بس طبعا الحب بتاع الحيوان طبعا ده عدى حب الانسان والوفاء بتاع الانسان. احنا ما بنشوفش من بني ادمين يعني اسود سواد وحاجات غريبه اللي بنشوفها من بني ادمين. لما ده طبعا حيوان وهو ده اللي بيعلم الوفاء. فيا ريت كل واحد عنده كلب زي ما الكلب بيقدم له حبه بيقدم له وفائه واخلاصه، يا ريت هو برضه يراعي ربنا فيه ويهتم بيه ويحافظ عليه، لان ديت حاجه من عند ربنا. يعني ربنا خلق الحيوان ده يكملنا والله في حاجات ونتعلم منه ونشوف منه اللي احنا بنعمله في بعض الايام ديت. الاخ دلوقتي بيفكر ياذي اخوه ازاي، والابن دلوقتي سايب ابوه مرمي ما بيسالش عنه. كل دي حاجات يا جماعه بنشوفها دلوقتي في الايام اللي احنا عايشين فيها. لما حيوان زي ده يمشي ورانا كده ورايح ورانا وجاي ورانا ولا ليه سلسله ولا ليه حاجه ولا يعني بالكتير خالص ان احنا بنديله الاكل بتاعه. ده انت لما بتعزم واحد صاحبك عندك وتاكله وتشربه ويعدي يومين ثلاثه لو زعلت معاه نقطه كده صغيره يتكلم عليك في الدنيا كلها، وده طبعا اللي بنشوفه. لكن ده الحمد لله الحمد لله ربنا خلقه ما بيتكلمش. الكلبين دول يا جماعه مرميين في الشارع عندنا من وهم صغيرين ومنزل لهم فيديوهات كتير على اليوتيوب في مراحل سنهم وهم بيكبروا، وبيحرسوا العربيه عندي احسن من مليون غفير، ويعني مخليين بالهم من المنطقه اللي انا قاعد فيها والشارع اللي انا قاعد فيه. فيا ريت يا جماعه اللي عنده اي كلب والله يهتم بيه ويراعيه، لان هيلاقي فيه اللي ما بيشوفوش من الانسان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يشرفني متابعتكم واشتراككم معايا في قناتي.